تشاهدون قناة Kids Toys by Ammon. مرحبا بكم متابعين قناة Kids Toys by Ammon. أنا متحمسة اليوم لأفتح جديد LOL Surprise وهي عبارة عن وأخيرا أصبح لدينا Series 2. انظروا إلى هذه الكرة كم هي جميلة. يا ترى من هذه الشخصية التي على صورة الغلاف؟ أعتقد بأن هذه الشخصية تشبه نيوني كيوتي، أليس كذلك؟ حسناً دعونا نفتحها ونستعرض. ترى ما هي الشخصية الأولى التي سوف أحصل عليها؟ ها هو المسج الأول. يا ترى ماذا تعني هذه الرموز؟ دعونا نقرأ. سبورتس فان، إنها شخصية تشجع الألعاب الرياضية وخصوصاً هذه اللعبة، أعتقد أنها ريبي. ها هو الستيكر لمعرفة الشخصيات. أعتقد أنها شخصية رياضية. جيم أون، أيعقل أن أكون حصلت على هذه الشخصية؟ دعوني أرى. واو، انظروا أيضا يوجد على صورة الغلاف أخ لسواج. واو، إنها الكرة البرتقالية، دعونا نرى. كأسا برتقالية. الكيس الأول، الكيس الثاني. واو، كم أنا متحمسة. هيا لأرى من هذه الشخصية. حسنا لنرى الشخصية الأولى التي حصلنا عليها. ها هو، إنه يذكرني بشخصية في السيريز 1 يشبه مارك، أليس كذلك؟ ها هي الشخصية الأولى التي حصلنا عليها. دعونا نتعرف من تكون هذه الشخصية. ها هي قائمة الألوآن سبرايز بويز. انظر إلى الشخصيات الجديدة، يوجد 8 شخصيات. ها هي الشخصية الأولى، وهي شخصية نادرة وأيضا شخصية مشهورة، سوف يأتي بجلتر. واو، انظر إلى هذه الشخصية أيضا، كابتن كيوبي. وهنا أيضا شخصية رياضية. انظر أيضا إلى هذه الشخصية الجميلة. واو، انظر إلى هذه الشخصية، إنه أخو تشير. واو، سوف تحصل تشير على أخ لها. وأيضا هنا مود بوي. واو، نيون جاي، ها هو أخ نيون كيوتي، وهي شخصية نادرة. هنا علامة النجمة الصفراء، وها هو أخو سواك. سوف أضع لها هذا الستيكر لأنها شخصية تبصق الماء. أنا اليوم أحضرت 6 كرات، أتمنى الحصول على 6 شخصيات مختلفة، ويتبقى لدي شخصيتين. هيا لنرى. واو، انظروا إلى هذه القبعة الرياضية، وها هي حافظة الماء، وها هو حذاؤه دور الثياب، وها هي الثياب الرياضية. هذه الثياب الرياضية تذكرني بهذه اللعبة الرجبي. نان، ها هي الشخصية الأولى التي حصلت عليها، دعونا نرى المزيد. أعتقد أني حصلت على شخصية جديدة. حسنا دعونا نتعرف على هذه الشخصية التي تحب أكل البيتزا. هيا، إنه اللون الرمادي. هيا لنرى من هذه الشخصية. واو، الشخصية النادرة. واو، حصلت على الشخصية النادرة في هذه المجموعة. كما قلت لكم تأتي بجلتر. إنه بيانو كينج، ها هي الشخصية التي حصلنا عليها، وهي شخصية تفعل بيبي. أتعرف على أشياء. انظروا إلى هذا الإكسسوار، إكسسوار الجناح، وها هو الحذاء أزرق بجلتر، وها هي نظارته أيضا بجلتر فضي. انظروا إلى حافظة الماء أيضا.
واو، ثياب في غاية الجمال. إلى الشخصية، كم هي شخصية جميلة. هيا لنرى المزيد. لنرى المساج، إنه مسج مكرر. لا أتمنى الحصول على شخصية مكررة. من حافظة الماء نعلم إن كانت مكررة. أوه، إنها شخصية مكررة. حسناً، هيا لنرى حظي. لقد جرحت نفسي وأنا أفتح هذه الكرة. هيا لنكمل. ها هو المسج. حصلت على مسج جديد. أيضا هذه الشخصية تحب الرياضة، وأتوقع أن تكون هذه. هيا نتعرف على هذه الشخصية الجديدة. تأتي الشخصية بكيس أزرق مختلف عن باقي الأكياس. هنا البرتقالي مع الأسود. هيا، هيا الشخصية الجديدة. كما توقعت، إنها الشخصية التي على صورة الغلاف. ما هي الشخصية التي حصلنا عليها؟ اسمها دريبلز. ها هو دريبلز، شخصية تحب الرياضة. الأشياء دريبلز. ها هو أكسسوار الرياضي. أيضا أتى بهذه الأساور الرياضية. أو هذه الشخصية أتت بلهاية. ها هي علبة السودا الرياضية، مكتوب عليها بيبي. أتى بحذاء أبيض. واو، ها هي الشخصية الجديدة التي حصلنا عليها، جميلة جدا. ها هي الثلاث شخصيات التي حصلنا عليها اليوم. بقيت كرتين، أتمنى الحصول على أخ سواك أو أخ نيكيودي. هيا، هيا لنرى. أو أيضا حصلنا على مسج جديد. الكرات، انظروا، انظروا كيف تأتي، صعبة جدا. ها هو الاستيكر لمعرفة الشخصيات. أيضا كرة زرقاء، لكنها شخصية جديدة. هيا، ها هي الشخصية، لنتعرف عليها. ها هو أخو سواك. واو واو واو، وأخيرا حصلت على أخ سواك. ها هو، اسمه سواكي، وهو أيضا شخصية تبصق الماء. واو، كم هو جميل. الأفضل. ها هو ثيابه، مكتوب عليه بيبي نمبر 1. الحذاء باللون الأصفر والأسود، وحافظة الماء، وها هي نظارته، نظارة جميلة. وأيضا يملك العقد باللون الذهبي. ها هو أخو سواك. أقلت لي لدي أب؟ هذا ابني. وأخيرا أصبح لدي أب. عائلتي كبيرة ومتميزة جدا. حسنا، تبقى لدينا آخر كرة. إنه مسج مكرر. يا ترى هل حصلت على شخصية مكررة؟ دعونا نرى. حصول على شخصية جديدة. دعونا نرى. من هذه نعلم إن كانت شخصية جديدة. هيا، حصلت على
أخي سواغ. إنها أيضاً شخصية مكررة. ها هي الشخصيات الأربعة التي حصلنا عليها اليوم. تبقى لدينا أيضاً أربع شخصيات لم نحصل عليها. تبقى لدينا هذه الشخصية بيتش بوي، وأيضاً بروتشير، وهذه الشخصية وأخنايون. تبقى لدينا فقط أربع شخصيات لنحصل عليها لنختم قائمة الألوآل بويز سيريز 2. أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا أن تشتركوا في قناة كيدز تويز باي أمون وتضعوا لي لايك. أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من ألو السبرايز.